أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ما تمثله المجالس البلدية من رافد داعم للعمل الوطني لما تسهم به وبفاعلية ضمن تلك المنظومة في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وقال معالي إن الدورة السادسة والتي جاءت بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة التي شهدتها المملكة الشهر المنصرم تمثل محطة مهمة في محطات العمل البلدي للبناء على ما تحقق من منجزات تواكب التقدم والتطوير وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة خدمة للمواطنين. وجاء ذلك لدى لقاء معالي بقصر القضيبية بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وعدد من المسؤولين رؤساء وأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية. وخلال اللقاء أعرب معالي عن أطيب التهاني وصادق التبريكات لرئيس وأعضاء مجلس أمانة العاصمة لنيلهم الثقة الملكية السامية بمناسبة صدور مرسوم تشكيل مجلس الأمانة ولرؤساء وأعضاء المجالس البلدية لنيلهم الثقة الشعبية وانتخابهم ليكونوا ممثلين للمواطنين. كما شدد معالي على ما كان ولا يزال يحظى به ممثلو مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية من دعم ومساندة لكافة جهودهم من قبل الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة. ولفت معاليه إلى واحدة من أهم صور تعاون الحكومة مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والتي أفضت إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو النهج الذي أقرته اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية والمتمثل في إشراك مجالس الدورة السابقة في تحديد أولويات مشاريع الطرق والصرف الصحي بالمناطق الداخلية القديمة والجديدة بهدف رفع مستوى البنية التحتية فيها من خلال العمل على تنفيذ 119 مشروعا بلديا ممولا من إيرادات صندوق الموارد البلدية المشتركة بقيمة 63.7 مليون دينار. ودعا معاليه الأعضاء البلديين إلى أن يتخذوا من العمل بإخلاص والإنجاز بهمة شعارا للمرحلة المقبلة، راجيا لهم دورة بلدية ناجحة يجسدون من خلالها شراكتهم في صنع القرار ومساهمتهم في تطوير الحركة التنموية والعمرانية للمملكة. من جانبه أكد وزير شؤون البلديات والزراعة أن العمل البلدي في مملكة البحرين بوصفه أحد روافد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم يشكل نموذجا متميزا في المشاركة في صنع القرار في مجال العمل البلدي والخدمي. ولفت سعادته إلى أن الوزارة وبناء على توجهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ماضية في دعم المجالس البلدية بما يعزز دورها في الارتقاء بالبيئة الحضرية ودعم التنمية العمرانية والتطور المستدام. وأعرب المبارك عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بالالتقاء بأسرة العمل البلدي بمناسبة بدء الدورة السادسة، وهو ما يعكس الدعم الحكومي المعهود الذي يحظى به العمل الخدمي في المملكة ويترجم الاهتمام الذي تليه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معاليه للبرامج والمبادرات والخدمات والمشاريع البلدية وتوجيهات معاليه للتنسيق والتشاور مع المجالس البلدية في وضع أولويات العمل البلدي تفعيلا للشراكة الفاعلة التي تحقق تطلعات المجتمع البحريني. إلى ذلك ألقى سعادة السيد عبد العزيز أحمد النعار رئيس مجلس بلدي منطقة المحرق كلمة نيابة عن رؤساء وأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، رفع فيها أسماء آيات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة النجاح الكبير الذي شهدته الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها السادسة والتي حظيت بمشاركة شعبية تاريخية واسعة.